المفهوم الثاني أن مرض السكري يسبب تشحم الكبد. الحقيقة هي العكس، تشحم الكبد هو نظريا أحد أسباب السكري بل أهمها، حيث بعد أن يمتلئ الجسم بدهون المكونة من السكر يتجمع في الكبد والبنكرياس فتقل حساسية خلاياه للإنسولين، وكذلك لا مكان لتخزين الدهون المصنعة من السكر فيزيد سكر الدم، لذا تجد كثير من منخفضي الوزن مرضى لا مكان عندهم لتخزين الدهون المكونة من السكر، بينما لا سكر عند أشخاص تخرجهم الرافعات من بيوتهم بعد تكسير الجدران، ولكنهم ممكن أن يسمنوا إلى ما لا نهاية دون أن يصابوا بسكري. يأتي تشحم الكبد بالذات بسبب سكر الفركتوز بشكل أساسي ثم الجلوكوز. سكر الفركتوز هو سكر الفاكهة، أي سكر موجود كثرة في السكر العادي وفي مشروبات الغازية، وهذا السكر لا تحرقه أي خلية من خلايا الجسم، لذلك يذهب مباشرة إلى الكبد فيتسبب في تدهن الكبد تدريجيا، فتدهن الكبد يتسبب في عدم حساسية جسم الإنسان للإنسولين، وهو السبب الرئيسي لكثير من الأمراض على رأسها مرضى السكري والأورام وأمراض أخرى والجلطات. لكم الشكر.